أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل مع دروس الوحدة الأولى، المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي، ونأتي اليوم إلى درس سرعة التفاعل. ليكون التفاعل المنمذج بالمعادلة الرمزية التالية: ألفا في أ زائد بيتا في ب تساوي جاما في سي زائد سيجما في دي، حيث أ و ب هي مواد متفاعلة. كما تعلمون، المتفاعلات أثناء التفاعل تتناقص، وبالتالي كمية مادتها تتناقص، يعني أن تراكيزها تتناقص. سي و دي هي مواد ناتجة، وكما تعلمون النواتج ماذا يحدث لها؟ تتزايد أثناء التفاعل، وبالتالي كمية مادتها تتزايد وتراكيزها تتزايد. وألفا وبيتا وجاما وسيجما ما هي إلا معاملات ستوكيومترية. في درس اليوم سنستغل المنحنى البياني الممثل لتغيرات أحد المقادير، مثل التقدم X أو كمية المادة N أو التركيز أو غيرها، من أجل حساب السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية لتفاعل كيميائي. أولا نبدأ مع السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة لتفاعل كيميائي بين لحظتين T1 وT2. لما نقول سرعة متوسطة، أول شيء يأتي إلى ذهنك هي لا يكون بين لحظتين. السرعة المتوسطة تتوسط لحظتين زمنيتين، بين لحظتين. هنا السرعة المتوسطة لتفاعل كيميائي بين لحظتين T1 وT2. إذا القانون يقول في موين تساوي دلتا إكس على دلتا تي، أي التغير في إكس على التغير في الزمن، وتساوي كما تعلمون أن التغير ما هو إلا التقدم النهائي ناقص التقدم الابتدائي على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي، x2 ناقص x1 على t2 ناقص t1. بالنسبة للسرعة المتوسطة لتشكل نوع كيميائي سي بين لحظتين t1 وt2، دائما سرعة متوسطة بين لحظتين. القانون يقول la vitesse moyenne لتشكل نوع كيميائي سي، هذا نوع كيميائي متشكل، قلنا المتشكلات تتزايد أثناء التفاعل، كمية مادتها تتزايد. قانونها يقول la vitesse moyenne لتشكل نوع كيميائي سي تساوي زائد، لأنه متشكل، دلتا ان سي على دلتا تي، أي التغير في كمية مادة النوع الكيميائي سي على التغير في الزمن، وتساوي n2 ناقص n1 على t2 ناقص t1. بالنسبة للسرعة المتوسطة لاختفاء نوع كيميائي A، نوع كيميائي A قلنا النوع الكيميائي A هذا متفاعل، والمتفاعلات ماذا يحدث لها؟ تتناقص أثناء التفاعل. السرعة المتوسطة لاختفاء يعني هي تناقص نوع كيميائي A بين لحظتين T1 وT2، la vitesse moyenne لA تساوي ناقص لأنه يختفي دلتا N A على دلتا T، أي التغير في كمية مادة A على التغير في الزمن، وتساوي ناقص تبقى كما هي، نفتح قوس، تغير في كمية المادة ما هي إلا N2 ناقص N1، أي كمية المادة النهائية ناقص كمية المادة الابتدائية على T2 ناقص T1. ومن أجل توضيح طريقة تطبيق قوانين هذه القوانين السابقة، تابع معي المثال الأول. ماذا يقول المثال؟ البيان يمثل تطور كمية مادة أو كمية المادة N لـ F2O2 في التحول الكيميائي المنمذج بالمعادلة F2O2 تساوي F2 زائد O2. لاحظ معي جيدا البيان. البيان فيه محورين، محور فواصل ومحور تراتب. محور فواصل فيه اللحظات الزمنية T بالدقيقة، ومحور كمية المادة أو محور التراتيب فيه كمية المادة لـ F2O2، أي كمية المادة تاع المتفاعل، وكمية المادة هذه تتناقص بمرور الزمن. إذا المطلوب أولا أحسب السرعة المتوسطة لاختفاء F2O2، السرعة المتوسطة يعني بين لحظتين لاختفاء F2O2 لأنه متفاعل يختفي، بين لحظتين T1 تساوي 4 دقيقة وT2 تساوي 8 دقيقة. الحل: من أجل تطبيق القانون، أي قانون سرعة متوسطة لاختفاء نوع كيميائي، قبل ذلك يجب اتباع مجموعة من الخطوات. أولا نقوم بإسقاط اللحظتين T1 وT2 على المنحنى البياني. لاحظ معي اللحظة الزمنية T1 اللي هي عندها 4 دقيقة
عندما نقوم بإسقاطها على المنحنى البياني نجد في المحور المقابل ماذا نجد؟ 0.45 مول. لما نقوم بإسقاط اللحظة الزمنية 8 دقيقة على المنحنى البياني تعطينا في المحور المقابل أي محور كميات المادة 0.2 مول. إذا أعد، أولا نقوم بإسقاط لحظتين تي 1 تساوي 4 دقيقة وتي 2 تساوي 8 دقيقة على المنحنى البياني، فنجد أن إسقاطهما على محور كميات المادة هما ان 1 تساوي 0.45 و 2 تساوي 0.2 مول. الآن نقوم بتطبيق قانون السرعة المتوسطة لاختفاء نوع كيميائي. القانون ماذا يقول؟ لا فيتاس مويان لاختفاء اف 2 او 2 تساوي ناقص، قلنا لانه نوع كيميائي مختفي، ناقص دلتا ان اف 2 او 2 على دلتا تي، وتساوي ناقص دلتا ان، قلنا هي كمية تغير في كمية المادة، اي كمية المادة النهائية ناقص كمية المادة الابتدائية على الزمن النهائي ناقص زمن الابتدائي. من الأفضل نبدأ باللحظات الزمنية، قلنا اللحظة الزمنية النهائية كم هي؟ 8 دقيقة، 8 ناقص 4 هي اللحظة الابتدائية. لما كان الزمن 8 دقيقة إسقاطه كان كم؟ 0.2 مول، يعني 0.2 فوق 8 ناقص 0.45 اللي هي إسقاط اللحظة الزمنية 4 دقيقة، فتصبح 0.2 ناقص 0.45 على 8 ناقص 4 الكل مسبوقة بإشارة ناقص. النتيجة المحصلة عليها هي 6.25 في 10 قوى ناقص 2 مول على المينت. السرعة اللحظية، السرعة اللحظية لما نقول سرعة لحظية تحسب عند لحظة زمنية واحدة وليس كما كنا نقوم في السرعة المتوسطة التي تحسب بين لحظتين. إذا السرعة اللحظية تحسب عند لحظة معينة T. توجد 3 أنواع من السرعة اللحظية: السرعة اللحظية لتفاعل كيميائي كامل، وهي لا فيتاس، السرعة اللحظية عند T معينة تساوي لا ديريفي دو X سور لا ديريفي دو T، أي مشتقة X بالنسبة ل T، أي مشتقة التقدم بالنسبة للزمن، وتساوي x2 ناقص x1 على t2 ناقص t1. وسنرى طريقة تطبيقها على المنحنى البياني في مثال سنأتي إليه بعد قليل. السرعة اللحظية لتشكل نوع كيميائي C لا فيتاس دو C تساوي عند لحظة زمنية T تساوي زائد مشتقة NC على مشتقة بالنسبة للزمن DNC على DT، وتساوي N2 ناقص N1 على T2 ناقص T1. السرعة اللحظية لاختفاء نوع كيميائي A لأنه مختفي نسبقه بإشارة ناقص، تصبح سرعة لحظية لاختفاء نوع كيميائي عند لحظة زمنية معينة T تساوي ناقص DNA على DT، وتساوي ناقص N2 ناقص N1 على T2 ناقص T1. سنأتي الآن إلى توضيح طريقة تطبيق هذه القوانين في هذا المثال. إذا مثال 2 باستغلال نفس المنحنى البياني السابق، يعني المنحنى المثال الأول. أولا أحسب السرعة اللحظية الابتدائية لاختفاء F2 O2، السرعة اللحظية يعني عند لحظة زمنية معينة، ما هي هذه اللحظة؟ الابتدائية، الابتدائية أي عند لحظة زمنية T تساوي صفر لاختفاء F2 O2 لأنها نوع كيميائي مختفي. ثانيا احسب السرعة اللحظية اي لحظة معينة لاختفاء F2 O2 عند لحظة T تساوي 4 دقيقة، اذا هنا يطلب منا حساب السرعة اللحظية عند لحظتين زمنيتين T تساوي 0 و T تساوي 4 دقيقة. الحل، نتبع الخطوة التالية. اولا السرعة اللحظية الابتدائية لاختفاء F2 O2 عند لحظة T تساوي 0، ماذا نفعل؟ اولا قلنا نرسم مماس للمنحنى البياني عند اللحظة الزمنية T تساوي صفر. انظر الشكل، انظر الشكل، الشكل ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه مماس للمنحنى عند اللحظة الزمنية T تساوي صفر. هنا المماس راه معطى، المماس هنا راه معطى في الشكل. ثانيا نختار نقطتين مناسبتين على المماس من أجل حساب الميل، نختار نقطتين مناسبتين من أين؟
ماشي من المنحنى وإنما من المماس. أنا هنا قمت باختيار نقطتين إحداثيتهما على التوالي، واحد إحداثيتها 0.1 واثنين إحداثيتها 4.0.2. قد يتساءل بعض التلاميذ، إذا قمنا باختيار نقطتين مغايرتين للنقطتين اللي حسبت بهم أنا هنا، هل سنحصل على نتيجة مغايرة؟ هذا لا، وإنما لأن لماذا؟ لأن ميل المستقيم لا يتغير. نطبق قانون السرعة اللحظية لاختفاء نوع كيميائي. قلنا القانون شو يقول؟ سرعة اختفاء F2O2 عند اللحظة الزمنية T تساوي صفر، أو عند اللحظة الابتدائية تساوي ناقص dN F2O2 على dT، وتساوي ناقص N2 ناقص N1 على T2 ناقص T1، وتساوي ناقص الآن نأتي إلى اللحظتين الزمنيتين. قلنا من الأفضل دائما أنه نبدأ بلحظات زمنية. الزمن النهائي كم هو؟ المختار هنا أنا اخترت اللحظة الزمنية الأخيرة هي 4 دقيقة ناقص اللحظة الزمنية الابتدائية 0. اخترت هاتين النقطتين، 4 دقيقة إسقاطها كان 0.2، وصفر إسقاطها على المماس هي 1 مول، وبالتالي النتيجة المحصلة عليها هي 0.2 مول على الدقيقة. يعني استعملت الإحداثيات التي قمت باختيارها، والإحداثيات هي فاصلة والترتيب، يعني اللحظة الزمنية وكمية المادة الموافقة لها. الإحداثية الأولى هي كم؟ 4 دقيقة توافقها 0.2، والإحداثية الثانية هي 1 دقيقة، أو عفوا هي 0 دقيقة يوافقها 1 مول، وبالتالي النتيجة المحصلة عليها هي 0.2 مول على المينوت. السؤال الثاني يطلب منا حساب السرعة اللحظية لاختفاء F2O2 عند اللحظة الزمنية T تساوي 4 دقيقة. هذا السؤال ما من أجل توضيح أكثر فقط. إذا قل نعيد، نرسم مماس للمنحنى البياني عند اللحظة الزمنية T تساوي 4 دقيقة. لاحظ معي الشكل. الشكل المقابل فيه منحنى بياني، قمنا برسم مماس لهذا المنحنى عند اللحظة الزمنية 4 دقيقة، هي النقطة الموسومة باللون الأحمر. ثانيا قلنا نقوم باختيار نقطتين من المماس، نقوم باختيار نقطتين من المماس. أنا النقطتين اللتين قمت باختيارهما هما النقطتين الموسومتين باللون الأحمر. النقطة الأولى إحداثيتها 4.045، والإحداثية الثانية هي 9.0، يعني 9 دقيقة و0 مول، والأولى 4 دقيقة و0.45 مول. هذه الإحداثيات هي اللي نحسب بها السرعة اللحظية. إذا نطبق قانون السرعة اللحظية لاختفاء نوع كيميائي، سرعة اختفاء نوع كيميائي عند اللحظة 4 دقيقة تساوي ناقص دي ان على دي تي، وتساوي ناقص ان2 ناقص ان1 على تي2 ناقص تي1، وتساوي ناقص خط الكسر. قلنا نبدأ باللحظة الزمنية اللحظة الأكبر ناقص زمن الأصغر. اللحظة الأكبر من اللحظتين اللتين قمت باختيارهما هي 9 دقيقة، واللحظة الأصغر هي 4 دقيقة. 9 دقيقة يوافقها 0، و4 دقيقة يوافقها 0.45، فتصبح 0 ناقص 0.45 على 9 ناقص 4. النتيجة هي 0.09 مول على المينيت. ثالثا السرعة الحجمية، إذا كان التفاعل يحدث في وسط مائي حجمه ثابت volume constant، السرعة الحجمية تحسب بأحد القوانين ثلاث. أولا، إذا طلب منا حساب السرعة الحجمية لتفاعل كيميائي عند لحظة T، V فول تساوي 1 على V توتال dx على dt، وتساوي 1 على V توتال x2 ناقص x1 على t2 ناقص t1. إذا طلب منا السرعة الحجمية لتشكل نوع كيميائي C عند لحظة T، V فول تساوي 1 على في توتال دي ان سي على دي تي، وتساوي 1 على في توتال ان 2 ناقص ان 1 على تي 2 ناقص تي 1. نفس الشيء بالنسبة للسرعة الحجمية لاختفاء نوع كيميائي A. الآن نتعرف على مفهوم زمن نصف التفاعل تي نصف. إن طرق متابعة التحول الكيميائي خلال الزمن سمحت لنا بإيجاد التقدم إكس للتفاعل عند لحظات زمنية مختلفة، فقمنا برسم المنحنيات البيانية الممثلة لتغيرات تقدم X بدلالة
الزمن. ولاحظنا أن المنحنى التقدم بداية الزمن دائما في حال تزايد حتى يصل إلى حالة الثبات. من خواص هذا التطور أن زمن نصف التفاعل، وهي المدة الزمنية اللازمة لوصول التقدم إلى نصف قيمته الأعظمية، يحسب بالطريقة التالية، أو نتحصل عليه بإسقاط x ماكس على 2، أي التقدم الأعظمي لـ x نقسمه على 2، ثم نقوم بإسقاطه على المنحنى البياني ليعطينا قيمة t نصف. يعني كل هذا يتم بيانيا، وسنرى ذلك في التطبيق الموالي. تطبيق: أثناء التتبع لتطور تحول كيميائي، رسمنا تطورات تقدم X لتحول كيميائي، حيث حجم المزيج المتفاعل هو 250 مللتر. أولا طلب منا تحديد التقدم العظمي X max، ثانيا إيجاد زمن نصف التفاعل بيانيا، ثالثا تعريف السرعة الحجمية للتفاعل، رابعا أو سؤال با حساب السرعة الحجمية العظمية للتفاعل، ثم عند لحظة T تساوي 2 دقيقة وعند 9 دقيقة، واستنتاج بعد حساب السرعة الحجمية. الحل: من البيان المقابل نجد أن أعظم قيمة وصل إليها التقدم X وثبت عندها، أعلى قيمة وصل إليها وثبت عندها هي X تساوي 18 ميلي مول. ثانيا لإيجاد زمن نصف التفاعل، زمن نصف التفاعل تي نصف قلنا ما هي إلا إسقاط X max على 2 على المنحنى البياني. إذن X max كم هي؟ 18 ميلي مول على 2 كم تساوي؟ 9 ميلي مول. لاحظ معي جيدا في البيان، عندما نقوم بإسقاطها على المنحنى البياني نحصل على أن تي نصف تساوي 1.3 دقيقة، وهو زمن نصف التفاعل. ثالثا السرعة الحجمية للتفاعل هي سرعة التفاعل في وحدة الحجم، قانونها في فو تساوي 1 على في توتال دي اكس على دي تي. ب حساب السرعة الحجمية العظمية، لما نقول عظمية عندي يعني عند لحظة زمنية تي تساوي 0. نرسم مماس للمنحنى عند لحظة زمنية تي تساوي 0 دقيقة، نختار نقطتين من المماس من أجل حساب الميل، كما نلاحظ في الشكل باللون الأحمر اخترنا نقطتين، نطبق قانون فيفول عند لحظة تي تساوي 0 تساوي 1 على في توتال دي اكس على دي تي تساوي 1 على في توتال في اكس 2 ناقص اكس 1 على تي 2 ناقص تي 1، وتساوي 1 على 0.25 اللي هو حجم المزيج في عدنا الكسر هذا. نبدأ باللحظة الزمنية النهائية، اللحظة الزمنية هي كم؟ 1.8 دقيقة ناقص اللحظة الزمنية الابتدائية هي 0 دقيقة. 1.8 دقيقة إسقاطها على المماس هي 18، وصفر إسقاطها على المماس 0، إذن تصبح 1.8 ناقص 0 تحت خط الكسر، فوق خط الكسر ما يوافقها محور، بالنسبة للمحور التراتب تصبح 18 ناقص 0، النتيجة هي 40 ميلي مول على لتر في المينيت. حساب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة T تساوي 2 دقيقة، نتبع نفس الخطوات السابقة. فيفول عند تي تساوي 2 دقيقة تساوي 1 على في توتال دي اكس على دي تي، وتساوي 1 على في اكس 2 ناقص اكس 1 على تي 2 ناقص تي 1، وتساوي 1 على 0.25 هو حجم المزيج في خط الكسر. لاحظ معي انا اخترت لحظتين 3 و 0 دقيقة، اذا اللحظة الزمنية النهائية هي 3 دقيقة، الابتدائية 0 دقيقة، 3 توافقها 15 يعني اسقاطها هي 15، و 0 دقيقة هي اسقاطها 5، تصبح النتيجة 13.33 مليمول على لتر في المينيت. كاستنتاج نستنتج أن السرعة الحجمية لهذا التفاعل تتناقص بمرور الزمن.